حتى بلدية كوجايلي في تركيا كانت قد أعلنت عن أنها ستقوم بحفلة لمغنية أخرى كانت أيضا قد أساءت لأنصار حزب العدالة والتنمية وأنصار الرئيس أردوغان، ومحالة الضجة التي حدثت في بلدية كرداه، وأيضا الحملة الجديدة التي قام أنصار أردوغان بعملها وأيضا أبناء تركيا الحبيبة على السوشيال ميديا، تراجعت على الفور بلدية كوجايلي وخافت من غضب الناس وأيضا القرارات القوية الصادرة من الإدارة العليا لحزب العدالة والتنمية. فبماذا تعلق؟ لا يعني ربما أن تكون هناك أيضا بلدية ثالثة ورابعة، ربما ما يكون ثمة مؤامرة أو سيناريو أو مخطط في داخل تركيا تغذيه الأحزاب التي انهزمت، يعني حزب كولجدار كمال كولجدار أوغلو وحزب الشعب وأنصار حزب الشعب والأحزاب المتحالفة مع حزب الشعب. ربما ليس لدي أدلة، ولكن هذه مجرد افتراضات، ولكن حفاظا على السلم الأهلي هذه البلدية تراجعت، ليس ربما اقتناعا منها بالمحافظة على السلام الأهلي أو على السلم الأهلي، ولكن أمام المد الشعبي الجارف الذي امتعض من خطتها أو من برنامجها الذي كانت ستقوم به تكريما لمغنية أخرى، أيضا أساءت إلى الشعب التركي. ونحن لا نقول أحزاب أنصار حزب العدالة والتنمية، ولكن نقول أنصار، ولكن نقول الشعب التركي. يعني الآن الرئيس أردوغان ليس رئيسا لأنصار حزب العدالة والتنمية ولا لحزب العدالة والتنمية، إنما هو رئيس الشعب التركي كله، من صوت له ومن لم يصوت له، وهذه هي كما طبيعة الديمقراطية الحقيقية. نعم. هو دكتور علي، يعني محل الاندهاش هنا والاستغراب من قبل أنصار حزب العدالة والتنمية بأن بلدية كوجايلي تابعة في الأصل للأكبرتي أو لحزب العدالة والتنمية، لذلك هذا الأمر كان مستغربا بشدة. كيف يمكن لرؤساء هذه البلديات أن يوجهوا تلك الدعاوي لهؤلاء الفنانات التي أساءن لأنصار أردوغان؟ ربما كما قلت لك وجود في داخل تركيا تدعمها أحزاب وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري الذي خسر الانتخابات. أنت لا ربما تابعت خطاب رئيس الشعب كمال كولجدار أوغلو من مقر حزب الشعب الجمهوري الذي لم يهنئ كالعادة، يعني كما يأتي في الديمقراطيات الأوروبية وفي ديمقراطيات العالم الغربي أن الخاسر يهنئ الرئيس الذي كسب الانتخابات، ولكن كمال كولجدار أوغلو كان يتحدث بمرارة. ربما أن هذه المرارة السياسية التي استعملها أوغلو انعكست على أمور معينة في داخل تركيا.